بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا. اللهم علمنا يا معلم آدم وإبراهيم، وفهمنا يا مفهم سليمان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة في الله، تكلمنا عن مصادر العقيدة في الدروس السابقة، وأنها مأخوذة، العقيدة الإسلامية مأخوذة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم نذكر في هذا المجلس أيضاً من مصادر العقيدة فهم السلف الصالح الذين هم الصحابة والتابعون ومن سلك طريقهم. والصحابة رضي الله عنهم هم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل، وشهد للقرون الثلاثة الأولى، وبين أنها أفضل قرون بني آدم على الإطلاق، وأن خير الناس قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قرن الصحابة، ثم من جاء بعدهم. خير الناس قرني كما في الصحيحين، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فنحن نأخذ عقيدتنا من كتاب ربنا تبارك وتعالى، القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. آيات القرآن تنضح بأمور العقيدة، وتفصح عنها وتؤكدها، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، وهو المصدر الثاني بعد القرآن. ثم يأتي في المستوى الثالث والمصدر الثالث الأساسي، هو فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لا نأخذ من عقولنا واختياراتنا واستحساناتنا، بل ما كان عليه سلف هذه الأمة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، الذين تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاهدوا التنزيل، وفهموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطابه، وفهموا قبل ذلك كلام الله تبارك وتعالى، وهم كانوا أعلم الناس بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الله عز وجل. فهم شاهدوا التنزيل، وجالسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا عنه وسألوه، وكانوا رضي الله عنهم يتناوبون في الجلوس عنده. من كان عنده عمل في تجارة أو زراعة أو سفر أو غيرها، كان ينيب أحداً من الصحابة ليخبره بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المصدر الثالث والأصل الثالث
الذي نأخذ عنه العقيدة الصحيحة، لا ما استحسنته العقول، ولا ما جاءنا عن الفلاسفة، ولا ما جاءنا عن غيرهم من الذين يقدمون العقل على النقل. لا نقدم شيئاً على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السلف الصالح ومنهم الإمام الشافعي: إذا حدثتكم بحديث ثم أخذت بخلافه فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. لأنه إذا جاء كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فليس لأحد بعدهما مقال. ولما تكلم ابن عباس في أمر المتعة، وكان بعض الصحابة وبعض التابعين بعضهم يقولون قال أبو بكر وعمر، فقال لهم: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله وقال رسوله، وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ مع أن الصحابة رضي الله عنهم لم يخالفوا ما جاء عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن يخبرهم ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن أنه لا يقدم على كلام الله عز وجل ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام أحد كائنا من كان، لأن مصادر التشريع هي القرآن الكريم والسنة المطهرة وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والقرون المفضلة الأولى. أيضاً من مصادر التشريع أن أهل السنة والجماعة يأخذون عقيدتهم على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة وما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يأتون بفهومهم هم، وإنما يأخذون بفهم الصحابة رضي الله عنهم. وفهم الصحابة هو العمدة الذي يجب أن نقتدي بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله عنهم، فهم القدوة وهم الأسوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه وفهموا كلامه وشاهدوا التنزيل، يعني نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن الصحابة رضي الله عنهم هم أدرى الناس بمقاصد الشرع، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن لهم ووضح لهم، ولم يترك شيئاً صلى الله عليه وسلم من أمور الدين، سواء في مسائل الاعتقاد أو في مسائل الأحكام وفي مسائل العبادات، إلا وقد وضحه لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء لا يزيغ ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا حديث أخرجه الإمام ابن ماجه وصححه العلماء. فإذن اعتمادنا بعد القرآن والسنة على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتماداً أساسياً في مصادر التلقي. وقد قال الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد بن حنبل، لعبيد الله بن يحيى بن خاقان قال: لست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء من هذا، يعني في أمور العقيدة، يعني أنا لا آخذ عن أهل الكلام الذين يأخذون من الفلسفة أو يقدمون عقولهم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا لا آخذ عن أهل الكلام، لست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته رضي الله عنهم، وأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود،
يعني كان السلف رضي الله عنهم ومنهم الصحابة والتابعون وأئمة علماء الإسلام وأئمة المذاهب الأربعة، وفي مقدمتهم الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والشافعي وأحمد، الجميع كلهم لا يقدمون كلام أحد على كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة رضي الله عنهم. وما وقع الاختلاف إلا لما تأثر بعض المسلمين بكتب الفلسفة التي ترجمت في عهد المأمون الخليفة العباسي، استحسن بعض هذه الكتب وأمر بترجمتها إلى اللغة العربية، فتأثر بها بعض طلبة العلم وتأثروا بأمور العقل وقدموا ما يقوله الفلاسفة وما يقوله العقلانيون على كلام الله وكلام رسوله، وقالوا ما قبله العقل قبلناه وما رده العقل رديناه. هذا خطأ، يجب أن نتهم عقولنا ونتهم أفهامنا ولا نتهم كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان وهو الذي خلق العقول، وهو سبحانه وتعالى الذي يعلم ماذا يصلح العباد. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله عز وجل هو الحكيم العليم، كتابه هو الكتاب المحكم، تنزيل من حكيم حميد. لا يمكن أن يكون فيه خطأ ولا يمكن أن يكون فيه تناقض. وتحدى الله عز وجل العرب والعجم، بل تحدى الجن والإنس عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتحداهم الله بسورة، وتحداهم الله تعالى بآية أن يأتوا بشيء مثل كلام الله عز وجل المعجز بألفاظه ومعانيه. فإذا الاتهام للعقل والاتهام لفهمنا، ولا يكون الاتهام لما جاء في كلام الله عز وجل ولا في ما جاء عن كلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو المفسر للقرآن وهو الموضح له. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ولتبين لهم ما نزل إليهم. فالقرآن شارحته السنة، كلام الله عز وجل شرحته السنة المطهرة. أمرنا الله عز وجل بأن نتدبر كلامه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلم يتدبروا القول؟ فكتاب الله تعالى المحكم المعجز لا يمكن أن نقدم عليه أفهام البشر ولا نقدم عليه كلام الفلاسفة ولا كلام أهل العقول الفاسدة ولا نقدم عليه كلام المتكلمين. ولذلك لما كثر الكلام في مسألة خلق القرآن وفي بعض مسائل الصفات، سماه بعض العلماء، سموا علم العقيدة علم الكلام، إما لكثرة الكلام فيه والقيل والقال، وإما لأن مسألة الكلام اللي هي كلام الله عز وجل هي أشهر المسائل التي حصل فيها الخلاف. ومسألة خلق القرآن وامتحن بسببها العلماء، وسجن الإمام أحمد وجلد حتى يقول القرآن مخلوق فأبى، وقال هو كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته، وصفات الله عز وجل ليست مخلوقة، الصفات تبع للذات. فالله عز وجل عليم حكيم سميع بصير، له علم وله حكمة وله سمع وله بصر، كما سيأتي معنا في العقيدة الواسطية وفي شرح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه المسائل التي زل بسبب الخروج عن فهم كلام الله وكلام رسوله إلى أن خرجوا إلى كلام الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم وتركوا كلام الله عز وجل. ولذلك الإمام
الشافعي رحمه الله يقول: حكمي في أهل الكلام الذين تركوا الكتاب والسنة، حكمي في أهل الكلام أن يطاف لهم بهم في الشوارع والأسواق ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، أن يضربوا بالجريد والنعال. هذا كلام الإمام الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم بين في الأسواق ومجامع الناس ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام، لأن نهاية إقدام العقول عقال. ولذلك قال بعضهم: نهاية إقدام العقول التي ليست مستنيرة بالوحي، ولا بالوحي يشمل القرآن والسنة، قال: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، فإن قالوا قلنا. يعني هؤلاء يأتون بمسألة وهؤلاء يردون عليهم، تركوا الكتاب والسنة، تركوا كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، تركوا الوحيين الذين تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول كما في الحديث الصحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالكتاب هو القرآن والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء تركوا الكتاب والسنة وأقبلوا على علم الكلام. ويقول الجويني وهو من أئمة الأشاعرة وهو إمام يقال له إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني، كان يقول في علم الكلام وهو يذمه يقول: لقد خضت البحر الخضم، يعني علم الكلام، وتركت أهل السنة وعلومهم، وها أنا ذا وتركت أهل السنة وعلومهم وخضت في الذي نهوني عنه، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، وإن لم يتداركني الله برحمة منه فالويل لي. وقال بعضهم: أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، يعني هو من نيسابور، وعجائز نيسابور مسلمات يؤمن بالله عز وجل وبكلامه وبصفاته، وليس عندهم شيء من الفلسفة ولا من الكلام ولا من القيل والقال. قال: وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أمه التي ما قرأت ولا كتبت ولكن تؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبأركان الإسلام الخمسة، لأن نهاية إقدام العقول عقال فيمتنع عليهم. وقال الشهرستاني وهو أيضا من علماء الكلام، قال: لقد طفت، يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً سن نادم. هؤلاء الذين تركوا الكتاب والسنة وأقبلوا على علم الكلام وتركوا الوحيين ندموا في آخر عمرهم. الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، صاحب الإحياء، الغزالي المعروف، العالم المعروف، درس الفلسفة ودخل فيها ثم لم يستطع أن يخرج منها، لأن السلف رحمهم الله كانوا ينهون عن الاطلاع على كتب الفلاسفة وعلى كتب هؤلاء المتكلمين، لأنها توقع الشبه في قلوب بعض الناس، لأنه ليس محصنا بعلم السلف وما كان عليه الصحابة فيلقون عليه الشبهات، فالعياذ بالله قد يقع في الزيغ والضلال. فالإمام الغزالي صاحب إحياء علوم الدين في آخر عمره ندم على دراسته للفلسفة وقال: ها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، ووضع صحيح الإمام البخاري على صدره
وتأسف على ما فعله في أول حياته من أنه ترك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاض في علوم الفلاسفة وأصحاب الطرق وأصحاب الكلام وترك علم الكتاب والسنة. إذن الله عز وجل أغنانا بالقرآن الكريم وبالسنة المطهرة وبكلام السلف من الصحابة رضي الله عنهم الذين أخذوا عن الله وعن رسوله هذا العلم ونقلوه عنا. إذن مصادر التشريع لنا في عقيدتنا، ونحن ننتسب لأهل السنة والجماعة، يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ننتسب لطائفة معينة ولا لشخص معين ولا لطريقة معينة، ننتسب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لكم في الحديث أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرها من خذلها ولا من خلفها حتى يأتي أمر الله. لا تزال طائفة من أمتي، ويقول الإمام أحمد: إن لم يكونوا هم أهل الحديث فلا أدري من هم، يعني أصحاب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة والجماعة. والجماعة أنهم مجتمعين على القرآن والسنة غير متفرقين، لأن من تبع طائفة من الطوائف فقد خرج عن سبيل القرآن والسنة وسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. والله عز وجل يقول: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. فإذا الله عز وجل بيّن لنا الحق في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وما كان عليه أيضا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين. هذا هو المنهج الذي يجب أن نسير عليه ولا نخرج عنه في فهم العقيدة. ومن أتانا بمسألة من المسائل فنحن نعرضه على الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الرد إلى الله يعني إلى القرآن الكريم، وإلى الرسول يعني إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الرسول في حياته عليه الصلاة والسلام، وإلى سنته بعد وفاته. وديننا محفوظ، القرآن محفوظ، والسنة ولله الحمد مدونة ومحفوظة. إذن هذه الثلاثة هي مصادر التلقي لعقيدة كل مسلم يبغي النجاة في حياته وفي آخرته. هذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة، وحنا قلنا اسمها عقيدة اللي هو التوحيد، وسميت عقيدة لأن الإنسان يعتقد بها، يعني يعتقد يجزم بها جازما، كما أنك تعقد الحبل، كما أنك تعقد الحبل فتسمى عقدة، فأنت تعقد القلب على هذه المسألة وتعتقد بأنها هي الحق وأن خلافها هو الباطل. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة يعني العقيدة قد تكون صالحة وقد تكون فاسدة، فإن كانت عقيدة صالحة فهي الحق وهي ما عليه أهل السنة والجماعة، وإن كانت عقيدة فاسدة فهي ما خالف عقيدة أهل السنة والجماعة، كعقائد الطوائف، عقائد اليهود، عقائد النصارى، عقائد المبتدعة من الشيعة والخوارج والمعتزلة والقدرية والمرجئة، وهلم جرة من هذه العقائد الذين خرجوا عن منهج الكتاب والسنة إلى مذاهب الفلاسفة والمتكلمين واستحسانات العقول وقدموها على الكتاب والسنة. عقيدة أهل السنة والجماعة، ذكرنا طائفة من كتب أهل السنة والجماعة في المجالس السابقة، ينبغي لطالب العلم أن لا يتلقى عقيدته إلا ممن يثق فيهم من العلماء الراسخين المشهود لهم بالعلم والعقيدة السليمة. فمثلا كتب الحديث، كتب السنة كلها تعتبر من كتب العقيدة، يعني القرآن الكريم هو الأصل ثم تأتي كتب الحديث،
لما ألف المبتدعة كتباً وأخرجوها ليروجوا لعقائدهم مذهبهم انبرى لهم أهل السنة وألفوا كتباً في الرد على هذه العقائد، مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، يعني له كتاب في الرد على المبتدعة. الإمام البخاري له كتاب في الرد على القدرية اسمه خلق أفعال العباد. أيضاً من الكتب التي ألفت أيضاً في الرد على هؤلاء أيضاً كتاب القاسم بن سلام، له كتاب أيضاً في الرد على المبتدعة. أيضاً الإمام أحمد له كتاب أيضاً في الرد على الجهمية والرد أيضاً على القدرية. ثم جاءت القرون حتى جاء شيخ الإسلام بن تيمية وتلاميذه الذين بيّنوا عقيدة السلف، وكان سائداً في عهدهم أن عقيدة الأشاعرة أو المعتزلة أو غيرها أن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، فنفى ذلك وبيّن أن عقيدة أهل السنة والجماعة مأخوذة من الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وألف الكتب الكثيرة في الرد على الجهمية. له كتاب نقض التأسيس في الرد على أيضاً على الجهمية. له كتاب درء تعارض العقل والنقل مطبوع في 11 مجلد محققة. مجموع فتاوى شيخ الإسلام تشتمل على عدة كتب للإمام وهي في أكثر من 37 مجلد مطبوعة وموجودة. أيضاً كتب الإمام ابن القيم، له كتب كثيرة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. له النونية، شيخ الإمام ابن القيم له النونية في بيان عقيدة الفرقة الناجية، والنونية هي قصيدة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة والرد على الفرق الضالة. أيضاً الحافظ ابن رجب، الحافظ الذهبي، الحافظ ابن كثير صاحب التفسير، هؤلاء ومن جاء بعدهم كالقاضي أبي يعلى وغيرهم من العلماء، هؤلاء كلهم على عقيدة أهل السنة والجماعة. نأخذ من هؤلاء العلماء الثقات. في عصرنا القريب كتب شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأيضاً كتب أئمة الدعوة كالشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ أيضاً عبد الله بن سليمان بن الإمام محمد بن عبد الوهاب، وأيضاً كتب أئمة الدعوة وكتب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وكتب الشيخ محمد بن صالح العثيمين وأيضاً كتب الشيخ عبد الرحمن السعدي وغيرهم من الذين تمسكوا بعقيدة السلف. يجب علينا أن نستقي علمنا من الكتب الموثوقة، مثل عقيدة الإمام الطحاوي له كتاب الطحاوية وهو من علماء الأحناف، كتاب شرح الصدور للإمام الشوكاني من علماء اليمن، كتاب تطهير الاعتقاد للإمام الصنعاني أيضاً من علماء اليمن، كتب كثيرة كلها تشرح عقائد السلف وتبين العقيدة الصحيحة وما كان عليه سلف هذه الأمة. هذه مصادرنا، إضافة إلى الأصلين العظيمين الكتاب والسنة كتب التفسير كتفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن كثير وتفسير الشيخ السعدي وغيرها من وكتفسير ابن الجوزي، وإن كان ابن الجوزي عنده تأثر بمذهب الأشاعرة ولكننا نتنبه لذلك. أيضا تفسير الزمخشري أيضا تأثر بفكر المعتزلة، وقال بعض العلماء إننا نأخذ الاعتزاليات من تفسير الكشاف اللي هو للزمخشري بالمناقيش، لأنه كان عالما في اللغة ضليعا في البلاغة، فنحتاط في مسائل العقيدة، نحتاط في مسائل الأسماء والصفات، نحتاط في مسائل ما يتعلق بالإيمان وما يتعلق بحكم مرتكب الكبيرة، كل ما يتعلق وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا تحدث عن هذه المسألة شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية.
هذه العقيدة التي ألفها الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله شرحها كثير من العلماء، لها شروح كثيرة موجودة، لها شرح للشيخ عبد العزيز بن باز، ولها شرح للشيخ ابن محمد بن عثيمين، ولها شرح للشيخ صالح الفوزان، ولها شرح للشيخ محمد خليل الهراس، ولها شرح للشيخ محمد بن مانع، وأيضا لها شرح للشيخ عبد الرحمن السعدي، ولها عدة شروح، والشيخ أيضا لها تعليقات للشيخ عبد الكريم الخضير، ولها شرح أيضا للشيخ خالد أيضا المصلح، عدة شروح موجودة في المكتبات العامة والمكتبات الخاصة. لعناية السلف بكتاب العقيدة الواسطية، وهي عقيدة مختصرة، يعني ذكر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة. من أراد العقيدة السليمة الواضحة، سواء ما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، ما يتعلق بتوحيد الربوبية، ما يتعلق بتوحيد الألوهية، ما يتعلق باليوم الآخر، ما يتعلق بالملائكة والأنبياء، ما يتعلق بالقدر خيره وشره، ما يتعلق باليوم الآخر، وما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وموقفنا منهم الذين نتلقى عنهم عقيدتنا، ونحن نعرف أن الصحابة رضي الله عنهم تعرض لهم منهم من غلا فيهم وعظمهم ورفعهم إلى فوق منزلتهم، مثل الذين يؤلهون علي رضي الله عنه، ويؤلهون الحسن والحسين، وأن يقولون أهل البيت معصومين ويتخذون منهم الشرع. الصحابة وأهل البيت ليسوا معصومين، المعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي. وأيضا الذين يقدحون في الصحابة ويسبونهم ويحطون من شأنهم، فلسنا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، نعرف لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرهم ومنزلتهم، ولا نرفعهم فوق منزلتهم، ونعرف لهم سابقتهم وفضلهم، ونترضى عنهم، ونعرف لهم قدرهم وما أثنى الله تعالى عليه بهم. فشيخ الإسلام رحمه الله تعرض لكل هذه المسائل، وهذه تعتبر مسائل عقيدة. لم يتعرض لمسائل الفروع، مسائل الفروع ما يتعلق بالصلاة والطهارة وأحكامها، وما يتعلق بالزكاة وأحكامها، وما يتعلق بالصيام وأحكامه، وما يتعلق بالحج وأحكامه، وأحكام البيوع هذا أبوابها أبواب الفقه. أما أبواب العقيدة فما يتعلق بالله عز وجل. ولذلك كان علم العقيدة هو أشرف العلوم وأعلاها وأفضلها. لماذا؟ لأنه يتعلق بعلم الله عز وجل، يتعلق بما يجب لله تعالى وما يجوز عليه وما يمتنع بأسماء الله تعالى وصفاته، وبتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وما يجب لله عز وجل من صفات الكمال ونعوت الجلال. فإذا شرف العلم بشرف إيش يا عبد القادر؟ شرف العلم بماذا؟ شرف المعلوم، شرف العلم بشرف المعلوم. فعلم العقيدة يتعلق بالله عز وجل بربوبيته، يعني أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، هذا معنى الرب عز وجل الذي له الربوبية الكاملة، الملك التدبير الخلق، هذا كله لله عز وجل. قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. الخلق لله عز وجل، هل من خالق غير الله؟ الخلق هو الإيجاد من العدم، لأن إذا الله عز وجل سمى بعض المخلوقات خالقة كما قال عز وجل في بعض آيات القرآن: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني الخلق هنا الصنع، الله خالق كل صانع وما صنع. لكن خلق الله عز وجل الذي هو الإيجاد من العدم ما يستطيع أحد أن يخلق. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. حتى أن العلم الحديث، يعني وهذا إعجاز في القرآن،
أن الذباب إذا وقع على شيء فإنه يمتص ولا يمكن أحد أن يأخذ منه. الذباب ليس له معدة ولا أمعاء، إذا امتص الشيء يذهب إلى الدم رأسا. فإذا إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. لو يقع الذباب على طيب أكبر العتاه والسلاطين وغيرهم ثم يأخذ منه شيئا لا يستطيع أن يأخذ من الذباب هذا الشيء. فهل يستطيعون أن فليخلقوا ذرة، فليخلقوا حبة، فليخلقوا شعيرة؟ لا يستطيعون. النجار الذي يصنع الباب الأبواب ويصنع النوافذ وغيره هذا يسمى صانع، لكنه لا يستطيع أن يوجد أن يخلق عود أراك. الخلق اللي هو الإيجاد من العدم هذا خاص بالله عز وجل. هل من خالق غير الله؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دون. هنا الإعجاز، هذا معنى توحيد الربوبية، التدبير، تدبير الخلق، رزق الخلق. هل من رازق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ ما في رازق إلا الله. والله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل، هذا معنى توحيد الربوبية، يعني الخلق والملك والتدبير. لله ملك السماوات والأرض كما في سورة الجاثية، لله ما في السماوات وما في الأرض. أنت أيها الإنسان لست مالكا، أنت مستخلف. الإنسان حقيقة ليس مالكا، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. الإنسان يأتي إلى هذه الدنيا ويملك ملكا مؤقتا ثم يذهب. فالله عز وجل هو المالك الحقيقي. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أنت مستخلف في هذا المال. إذن هذا هو توحيد الربوبية، توحيد الخلق والملك والتدبير لله عز وجل. وهذا التوحيد لم يجادل فيه أحد، ولا حتى المشركين الذين يعبدون الأصنام لم يكونوا يجادلون في توحيد الربوبية أبدا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ما ينكرون هذا، وإنما يقولون هذه الأصنام وهذه الأوثان وهذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله إنما يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى. قالوا ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله، فهم يعترفون بالله عز وجل. وفرعون الذي ادعى الألوهية وادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى واستخف قومه كما قال الله عز وجل فاستخف قومه فأطاعوه واستخفهم وقال لهم ما علمت لكم من إله غيري، وقال أما أنا خير من هذا الذي هو مهين، يقصد موسى عليه السلام، ولا يكاد يبين، ويقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فادعى الربوبية وادعى، لكنه في قرارة نفسه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهو يعلم أن موسى عليه السلام مرسل من الله عز وجل، يقول الله عز وجل في أصدق من الله، يقول الله عز وجل على لسان موسى يخاطب فرعون الذي ادعى الربوبية لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فهو يؤمن بأن أصلا بالله عز وجل، والإنسان أصلا مفطور على الإيمان بالله عز وجل. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذا العهد الذي أخذه الله تعالى على بني آدم وهم في ظهر آدم عليه السلام، إن الله كما في الحديث مسح ظهر آدم عليه السلام واستخرج ذريته منه كأمثال الذر وأخذ عليهم العهد،
يقال أنه في وادي نعمان بقرب عرفة، كما ذكر ذلك المفسرون في هذه الآية. وادي نعمان موجود في أسفل الكرب، هذا الوادي أخذ الله تعالى العهد من آدم وذريته، ألست بقرب عرفات، ألست بربكم؟ قالوا بلى. فمن جحد فقد أنكر العهد الذي أخذه الله تعالى على آدم وذريته، وهذا هو توحيد الربوبية الذي لا ينكره إلا الشيوعيون والدهريون الذين قال الله تعالى فيهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهذه طائفة قليلة ليست في عالم البشر الكثير، ليس لها حساب. والذين يقولون لا إله والحياة مادة يؤمنون في قرارة أنفسهم أن للكون خالقا. يقول داروين اللي هو من كبار الملحدين، يقول إن الطبيعة تخبط خبط عشواء، الطبيعة تخبط خبط عشواء، هذا كلامه، ولكني كلما نظرت إلى العينين آمنت بأن لها خالقا. الذي جعلك تبصر بشحم وتسمع بعظم وتتكلم بلحم هو الله عز وجل. يقول كلما نظرت إلى العينين وإلى الصنع فيها والكمال والحسن آمنت بأن لها خالقا. هذا هو الملحد، هذا هو الملحد، لأنه لا يستطيع أن ينكر خلق الله عز وجل. والمطعم بن عدي وجبير بن المطعم بن عدي من الصحابة، ووالده المطعم بن عدي، لما قرأ قوله عز وجل في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، قال كاد قلبي أن يطير من مكانه بهذه الآيات العظيمة التي سمعها وأول مرة يسمعها. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. نحن لم نخلق أنفسنا ولم نخلق السماوات والأرض ولم نخلق شيئا، بل نحن مخلوقون مسخرون مربوبون، ليس لنا شيء في خلقنا. الذي خلق الإنسان من نطفة قذرة ثم درجه في الخلق، في الله عز وجل في ظلمات ثلاث، خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، خلقنا الله عز وجل من نطفة ثم مضغة ثم علقة ثم عظاما ثم كسى العظام لحما، تبارك الله عز وجل. ويقال أن عزير الذي اليهود طبعا يقدسونه، الذي كان صاحب الحمار وراكبا حماره ومعه طعامه، كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة البقرة، الذي قال أنى يحيي الله هذه، مر بقرية قال أنى يحيي الله هذه القرية، فأماته الله 100 عام 100 سنة ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، يعني لم يتغير، وانظر إلى حمارك، حماره قد أصبح يعني متفتتا وأصبح عظاما ليس عليها شيء 100 سنة، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها يعني نرفعها ونركب بعضها على بعض، كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الخلق إعجاز الله تبارك وتعالى، لا يستطيع أحد أن يخلق شيئا من العدم، وهذا معنى توحيد الربوبية الذي هو توحيد الخلق والإيجاد والملك والتدبير. طيب، صاحب الخلق والملك والتدبير هو المستحق للعبادة، أما الذي لا يخلق ولا يدبر وليس له ملك هل يستحق العبادة؟ لا يستحق العبادة إلا صاحب الملك، وصاحب الخلق وصاحب التدبير هو الذي يستحق العبادة. إذن فالإيمان بتوحيد الربوبية يستلزم منا
الإيمان بتوحيد الألوهية، وأن لا نصرف شيئاً إلا لهذا الخالق المالك المدبر المحيي المميت الرازق الذي بيده كل شيء. الإنسان ليس بيده شيء، وهذه الأصنام ليس بيدها شيء، والبشر ليس بأيديهم شيء، والملائكة ليس بأيديهم شيء، والأنبياء كذلك ليس بأيديهم شيء، ولا أحد يعلم الغيب إلا الله عز وجل، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فهذه الموجودات في الكون ليست بخالقة بل هي مخلوقة. فإذا المستحق للعبادة هو الله وحده عز وجل، الخالق الرازق المحيي المميت. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأحيا به أرض بعد موتها، إلى آخر الآيات. الله عز وجل يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالمستحق للعبادة وحده هو الخالق، ما دام أنه صاحب الخلق وصاحب الملك وصاحب التدبير، والذي بيده الحياة والذي بيده الموت والذي بيده النفع والذي بيده الضر والذي بيده الجنة والنار هو الله عز وجل. فهذه الآلهة لا تملك شيئا، لا ملكا ولا خلقا ولا إيجادا ولا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا جنة ولا نارا، فلماذا نصرف لهم العبادة؟ هذا غاية الجهل وغاية الضلال، أن نصرف العبادة لغير مستحقها. فالله عز وجل عندما تعرف علينا في آياته في القرآن الكريم وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوضح لنا أنه هو المستحق للعبادة، وأن من صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله عز وجل فقد أشرك. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، حديث رواه الإمام مسلم في الصحيح. الله غني عن شركة أي شريك، فالله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، لئن أشركت ليحبطن عمله. لو جاء التاجر وبنى المستشفيات والمساكن الخيرية وأجرى الأنهار وعمل المشاريع الخيرية وهو يشرك بالله عز وجل أفسد أعماله الصالحة لا تنفعهم. ورد في بعض الأحاديث أن الكافر إذا أحسن وعمل عملا صالحا في الدنيا فإن الله تعالى يطعمه مقابل ذلك في الدنيا بصحة وعافية وأولاد وسعة في الرزق، لكن ليس له في الآخرة نصيب. أما المؤمن فهو يحيا حياة طيبة من الرزق والولد والصحة، وقد يبتليه الله عز وجل ولكنه عينه على الآخرة، لأن الدنيا ليست بشيء بالنسبة للآخرة. لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. يقال أن الحقب هو 100 عام، الحقب الواحد. لابثين فيها أحقابا أمد الآبات. فالدنيا ليست بشيء في الآخرة، ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فكيف الإنسان يبيع هذه الآخرة الباقية بهذه الدنيا الفانية التي لا تسوى شيئا، نحيا فيها سنوات، كم يعمر الإنسان فيها؟ 60 70 80 90 100 سنة 150 سنة، وبعدين الموت أمامك، الموت والقبر والسؤال. أول سؤال يسأل له الميت في قبره من ربك؟ العقيدة، يسأل عن العقيدة، من ربك وما دينك ومن نبيك. فأما المسلم المؤمن فيثبته الله عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ومن التثبيت أن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأسئلة الثلاثة
هي مسائل العقيدة التي يسأل عنها الإنسان في قبره، من أي من يوم أن من وقت أن يوضع الميت في قبره وهو يسمع قرع أصحابه الذين دفنوه، أهله وأقاربه وأصدقائه الذين وضعوه في القبر وحثوا عليه التراب، ويسن أن يجلسوا عنده قليلا يستغفرون له ويدعون له، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسألوا لأخيكم التثبيت، قلوا اللهم ثبته عند السؤال فإنه الآن يسأل. وقال عمرو بن العاص لما حضرته الوفاة، الصحابي الجليل، قال: إذا أنا مت ودفنتموني فاجلسوا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويفرق لحمها لأنظر ماذا أراجع رسل ربي. والصحابي يقول: ماذا أقول لرسل ربي؟ رسل ربي يعني الملائكة، الملائكة الذين يسألونه في القبر، يسألونه هذه الأسئلة: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فأما المسلم فهو يجيب، لأنه كان موحدا، كان مصليا صائما عابدا، لم يقع في الشرك ولم يقع في الضلال، فكانت إجاباته سليمة صحيحة، فيقال له: بهذا عرفناك، ويفتح له بابا إلى الجنة يأتيه من روحها ونعيمها، ويفسح له مد بصره، يفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الهيئة حسن المنظر طيب الرائحة، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، ورائحتك الزكية، فيقول له: أنا عملك الصالح، أنا أنيسك إلى يوم القيامة، فيقول: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، لأنه يعلم أنه من أهل الجنة وهو في القبر. القبر هو أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة هو القبر. وكان عثمان رضي الله عنه إذا ذكر القبر بكى رضي الله عنه، فقيل له: يا خليفة رسول الله، يا أمير المؤمنين، ما يبكيك إذا ذكر القبر؟ قال: إن القبر هو أول منازل الآخرة، والعبد يعرف مصيره من يوم أن يدفن في قبره، يعرف هل هو من أهل الجنة أو أهل النار، فهذا المؤمن. أما الكافر والمنافق والعياذ بالله فيقول: ها ها لا أدري، يقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري، من نبيك؟ ها ها لا أدري، ما دينك؟ لا أدري، ها ها. فيقال له: لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمرزبة من حديد لو وضعت على جبل لنساح وماع من قوتها، ويفتح له باب إلى النار والعياذ بالله، يأتيه من سمومها ومن عذابها والعياذ بالله، وينضم إليه قبره ويضيق عليه والعياذ بالله، ويأتيه رجل سيء المنظر، قبيح الوجه، سيء الرائحة، نتن الرائحة، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر، فيقول: أنا عملك الفاسد، أنا جليسك إلى قيام الساعة. فيقول: ربي لا تقم الساعة، لأنه يعرف أنه ما بعد القبر أشد منه سيكون في الآخرة، في إذا قامت الساعة سيكون في نار جهنم، فيقول: ربي. فإذا الفرق بين الصورتين: الموحد، المصلي، الصائم، العابد، هذا مصيره للجنة في قبره، روضة من رياض الجنة، يفسح له مد بصره، يفتح له بابا إلى الجنة، يأتيه عمله الصالح على هيئة الرجل الطيب الحسن الرائحة، يؤنسه في قبره، يقول: أنا أنيسك إلى قيام الساعة، ويقول له: نم نومة العروس التي لا يوقظها إلا أحب الناس إليها. هذا هو المؤمن، عروس في قبره مفسوح له في مكان آمن، ويوم القيامة أيضا يكون من الآمنين من الفزع الأكبر. أما الكافر والمنافق والعياذ بالله فهذه صورته السيئة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الآمنين في ذلك اليوم، وأن يجعلنا ممن قبورهم روضة من رياض الجنة، وأن يفسح لنا في قبورنا، وأن يحسن ختامنا، وأن يجعل ختامنا على التوحيد،
على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات على التوحيد دخل الجنة، لأنه مات على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكان السلف يدعون فيقولون الواحد منهم، والأنبياء قبلهم كان كل منهم يقول: ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين. كل نبي، الدين عند الله الإسلام، ليس هناك يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية ولا غيرها من الديانات، إن الدين عند الله الإسلام، جميع الأديان كلها هو الإسلام، كلام الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا. ويقول عن إبراهيم الخليل أبو الأنبياء: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. ونوح يقول: توفني مسلما. ويوسف عليه السلام يقول أيضا: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إذن السلف والصحابة وقبلهم الأنبياء يدعون الله عز وجل أن يموتون على الإسلام، على التوحيد. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا على الإسلام، وأن يميتنا على الإسلام، وأن يبعثنا على الإسلام. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد آله وصحبه وسلم.